ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الكينية 8 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا مرشح حزب جوبيلي، وينافسه بقوة رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا مرشح الحركة الوطنية البرتقالية الذي سبق ترشحه للرئاسة في 3 مرات سابقة. المزيد عن الانتخابات الرئاسية في كينيا في سياق هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض المعلوماتي الذي نقوم بإلقاء الضوء فيه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكينية. 8 مرشحون يتنافسون في هذه الانتخابات الرئاسية، أبرزهم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وهو مرشح حزب جوبيلي، ينافسه بقوة رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا مرشح الحركة الوطنية البرتقالية والذي سبق ترشحه للرئاسة في 3 مرات سابقة، أيضا محمد أبدوبا ديدا مرشح تحالف من أجل التغيير الحقيقي. يبلغ عدد الناخبين الكينيين حوالي 19,600,000 ناخب من إجمالي عدد السكان والبالغ 48,046,000 طبقا لإحصاء عام 2017. بهذا تبلغ نسبة السكان أو نسبة الناخبين للسكان حوالي 40%، يتوجهون لصناديق الاقتراع في 290 دائرة انتخابية مقسمة ما بين 47 مقاطعة تشمل جميع أرجاء الدولة الكينية، ويتم تنفيذ الانتخابات ذلك تحت إشراف المفوضية المستقلة للانتخابات والحدود، كما يحق للكينيين في الخارج التصويت في هذه الانتخابات، لكن يقتصر ذلك على دول شرق وجنوب افريقيا وهي بروندي، تنزانيا، رواندا، ايضا اوغندا وجنوب افريقيا، ذلك لاسباب لوجستية. اما عن البرلمان الكيني فيتشكل من مجلسين رئيسيين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث تضم الجمعية الوطنية 350 عضوا مقسمين إلى 337 عضوا منتخب و 13 عضوا معين، وهم رئيس الجمعية الوطنية و 12 عضوا يتم تعيينهم طبقا لعدد المقاعد الحائز عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب مجلس الشيوخ الذي يتكون من 68 عضوا مقسمين للآتي 47 عضوا منتخب و 21 عضو معين مقسمين هم إلى رئيس المجلس و 16 امرأة يحددون طبقا لعدد المقاعد الحائز عليها كل حزب، 2 يمثلان مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، وممثلين 2 للشباب والفتيات. إذن مشاهدينا كان هذا استعراض سريع للانتخابات الكينية الرئاسية والبرلمانية. نشكر لكم دائما كرم المتابعة.